تمام يعني كنت معاك. هضيف هضيف انا بقول، وخاصه لعيبه الكوره الصغيرين اللي طالعين اللي بيستلموا من الناس القدام، وانتوا ما تعطونا جيل، انتوا جيل 12 سنه وانا مدير نادي، ايه ده؟ ايه السعاده اللي كان واحد فيها؟ انت 12 بطوله ورا بعض تك 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 تك، لكن ما تيأسوش. انا بقول للجيل ده اللي هو اللي موجود قادر على لا يأس، اسمه في النادي الاهلي موجود، ده لا يأس. ازاي انا بتعلم من الاخطاء بتاعتي، وازاي ان انا انتقل لمجد واضيف امجاد للنادي الاهلي، لان احنا تعودنا على كده. تعال اتفرج في الدولاب بتاع النادي اللي ايه ده؟ ده في الاوض المغلقه، في اوض مش مليانه مش عارفين نقول مع بعض، اوض مليانه كاسات ما تعرفش، مخزن كبير مش موجود كاسات. ايوه انا ساعات الواحد اما اكون حد يضايقني اقول لهم احنا مش عايزين بطولات، مش عايزين بطولات خلاص، يعني كده والله احنا مش عايزين بطولات، كفايه احنا زهقنا من البطولات. انا ما بزهقش. لا ما احنا عندنا حاله كلنا اللي انت عايزه. لا انا بقول ايه، عايز تقول يعني ان احنا عندنا الحمد لله عندنا طريق، احنا جعانين بطولات، احنا بنحب الجوع بتاع البطولات. احنا النادي الاهلي قصه احنا اتربينا عليها، السخونيه بتاعتنا والبطولات اللي احنا طول عمركم. احنا محظوظين اتعلمنا على جيل من العمالقه. يعني كابتن صالح اتعلم يقول لك متتش، وده مثل الاعلى. احنا نيجي نقول لك اتعلمنا من كابتن صالح، ثم كابتن عبد العزيز الشافعي اللي نموذج من النماذج الخطيره جدا في الاداره. محليا ودوليا، وبعدين الفريق مرتجي وكمال حافظ ومش عارف مين وما قصه، حتى اللي انت مش متفق معاهم لظروف انتخابيه هم اصحابك. الصبح انا ابقى بتكلم في الانتخابات ضد او مع كابتن صالح، وبالليل بتعشى مع كمال بيحافظ ومحرم نفس الشيء وبتاع. لا انا عاوز اقول الكلمه، عاوز افتكرها، عاوز افتكرها. لا اتفضل. احنا عندنا نهم للبطولات. نهم، عارف نهم؟ طبعا طبعا نهم. انت عايز طول كل ما تاكل؟ لا انا عاوز اكل تاني. نهم، حته شعار نهم دي طبعا. يا طفص. انا الحقيقه مش عارف اقول